الصحة والجمال. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات عيادة الصحة في قناة الصحة والجمال. ومعاكم النهاردة إن شاء الله دكتور محمد عبد الواحد، أستاذ الجلدية والتناسلية بطب المنوفية. وبنرحب بأسئلة السادة المشاهدين إذا كان في أي حاجة للإيضاح. موضوع الحلقة النهاردة على ما الذي يجب ملاحظته في الطفل المولود، وهخص بالذكر هنا الولد الذكر والبنت برضه في بعض الحاجات، لأن ولادنا دولم هم أغلى حاجة عندنا. فبالتالي لو في حاجة بيبقى تقلقنا كأب وأم، أنا بنامش، يعني أنا كأب أو أم بنامش. في بعض الحاجات قد تغفل علينا كأب أو أم ويتحدد عليها مصير الولد بعد كده، ممكن إن هو للأسف ممكن ما يخلفش بسبب إن أنا ما خدتش بالي ملحوظة، مثلا زي عدم وجود خصيتين عنده، في مشكلة في العضو التناسلي عنده، في مشكلة في القلب ممكن كنت أتدخل بدري شوية بدل ما أعمل عملية، ممكن ندي شوية علاجات تجيب نتيجة. فمن أمثلة الموضوع ده الحياة المفروض يجب أن نلاحظها في الطفل المولود ولد أو بنت، بعض العلامات الموجودة زي مثلا حاجة اسمها بيسموه خلاص الولادة، بيجي في الأسفل الظهر كده، ويكون الولد أو البنت فيه حاجة علامة زرقاء ماسكة أسفل الظهر. ومعانا صورة كده رقم واحد مع الأستاذ المعد يوريها لنا كده هنعرضها. دي ممكن تكون قوي بعض الأم والأب، زي الحالة دي الام تبقى خايفه قوي تقول لك ايه الوحمه دي، لو ولد او بنت هتتناها معاه مش هتتناها معاه، دي بتبقى موجوده بيقول عليها خلاص الولاده. ودي مش خلاص ولا حاجه، ده عرف في بعض الناس بيبتدوا يقولوا كلام من عندهم كده، دي مش خلاص ولا حاجه ولا تمت للخلاص باي شيء. نسميها علامه ان اطفال المنغوليين بتبقى موجوده اكتر في الناس دي. العلامه دي بعد 5 6 شهور سنه تلاقيها اختفت لوحدها، بس الدكتور بيطمنها مش حاجه خطيره، مش هتتناها معاه ومش محتاجه اي علاج. سببها اكتر سبب ليها بيكون اب وام متجوزين، في فرق في اللون بينهم، او يعني اب اسمر وست مثلا مراته بيضه شويه، او العكس الام سمره شويه والاب ابيض قوي، تلاقي ولادهم ممكن يكون قوي عنده هذا الايه هذا الموضوع. دي حاجه من الحالات الشهيره اللي بنشوفها، ودي لا غبار عليها ومفيش اي قلق منها. حاله من الحالات الكتيره اللي بنشوفها برضو ان يكون في حاجه اسمها وحمه بنيه، زي الصوره القادمه ان شاء الله تلاقي وحمه بنيه، اما فيها شعر اما فيها شعر، زي الحاله دي كده وحمه، تلاقي وحمه بني واخده لون بني واخده فيها شعر. الوحمه دي ما فيش مشكله منها وبنعالجها كل ما بيكبر بالليزر، ممكن بعض اجهزه الليزر في الحالات اللي زي كده تعالج، ممكن نعالجها ساعه ما الولد يتولد او ممكن بعد لغايه 5 6 سنين من عمره، بنشيل هذه الوحمات بانواع معينه من الليزر. بالامثله الثانيه ان يكون في بعض الولاد تلاقي ايديه ورجليه زرقاء، الايدين والرجلين تلاقيهم زرقاء جدا، والام تبقى مرعوبه، ده يا ترى ده ايه المشكله، هل ايه الولد سعان هيحصل حاجه او البنت في اي مرض داخلي زي مشاكل في القلب. في بعض الزرقان دوت اللي بيجي في الايد والرجل علاجه ان احنا بس بنطمنها بعد ما نطمن على القلب، زي الحاله دي كده ولد ايديه او طفل مولود ايديه ورجليه زرقاء جدا وتلاقيه ساقعه، مجرد ما بندفيه بيروح. دي ممكن تظهر مع بعض الولاد بعد الولاده ممكن لغايه 5 6 اسابيع وتختفي لوحدها طالما اتاكدت ان مفيش حاجه في القلب. بالحاجات التانية برضو اللي ممكن نلاحظها اسمها الوحمة الدموية، ودي بتيجي لولادنا زي الصور القادمة دي، تلاقي بعض الوحمات زي الصورة دي كده، تلاقي في قورة ولد حتة كده حمراء واخدة لون الدم، واللون دوت بتبقى لو كانت عالية تبقى كويسة جدا، احنا بننبسط كدكاترة ليه؟ لأن مع الوقت دي بتروح، اللون الأحمر العالي ده تلاقيه عالي في الجلد وعامل انتفاخ كده، معناها إن عروق كتيرة، العروق دي لوحدها مع سن 6 سنين بتختفي بدون ليزر ولا أي حاجة. صورة تانية برضو زي الصورة دي، لا دي صورة بقى قاسية جدا، لشكل الولد او البنت مشوه، الشكل واضح جدا لدرجة ان في الحالات دي ممكن يتعارض الموضوع ده مع الرضاعة، في الحالة دي لازم نتدخل في بعض انواع الليزر لحاول نسيطر على الموضوع ده، او نسيب معظمها برضو لو كده ممكن تروح مع سن 5 6 سنين. صورة تانية برضو من الوحمات الدموية زي الوحمة دي، تلاقي معظم الولاد المولودة تبص في خلف الرقبه كده اللي فيه نوع لون احمر، ومجرد لون احمر مفيش مش علو زي ديك ولا حاجه، ده النوع ده بقى بيتنوا، ده نوع من الوحمات الدمويه بيتنوا فتره طويله، ودي لازم يستوجب علاجه ليزر الوحمه دي. ممكن يكون في صوره ثانيه اخيره للوحمات اي زي الصوره دي لازم يتعالج من الاول. وفي الحالات اللي زي دي طلعنا بفضل الله ربنا وصلنا لبعض المعلومات، ممكن لو حطيت بعض الاطارات البسيطه جدا
او بعض العلاجات اللي ممكن ناخدها مع دكتور متخصص، ادويه شرب بنحسبها بجرعه الولد على جرعه الولد، جرعه على حسب وزن الطفل. خلال 6 شهور بعض هذه الانواع ممكن تختفي تماما بدون ليزر. دي برضه من الحالات الشهيره جدا اللي بتقابلنا وفعلا بتعذب ناس كتيره جدا وتعذب الام، لو خصوصا لو كانت دي بنت هتتجوز شكلها هيتشوه، فلا بفضل الله لها علاج ليزر او علاجات دلوقتي. من الحالات الثانيه برضه الموجوده في الاطفال ان يكون طفل مولود بصابع زياده زي الصوره اللي جايه دي، ليه صابع زياده في الايد ما بيمثلش مشكله قوي لان الايد مش هيلبس لا شوز ولا حاجه ولا في حاجه هتضايق، لكن لو في الرجل مشكله، لو بيلبس مثلا شوز يعني حذاء او بتبقى مشكله عنده عايز حذاء من نوع معين، فبنقول سهل جدا دكتور جراحه او عظام يبتدي يتعامل ويشيلها في اقل من 10 دقائق لو الموضوع بسيط زي كده، بيقطع يد بنج موضوع حتى ويشيلها ويبتدي يعالج الحاله دي، فدي حاجه برضو من ان احنا نتدخل فيها سريعا. بعض الحالات التانية زي اللي هي بنسمى فقاعة الرضاعة، الولد يبتدي هو في بطن أمه كان بيتعلم ازاي يرضع عن طريق انه بيحط صبعه في بقه، أو بعد ما يتولد يبتدي برضه عشان يسكت نفسه تلاقي إيده وصلت لغاية بقه، فابتدى يحصل إن صبعه ابتدى يحط من كتر الرضاعة إيده تفقفق، صبعه يفقفق زي الصورة القادمة مثل هذه الصورة، تلاقي مكانها يا جرح يا إما مكانها زي فقاعة كده. في الحالة دي بس بنبعد ايديه عن بقه ونديله زي رضاعة او سكات او نديله ثدي امه، بتخف تماما مع بعض المضادات الحيوية، ودي حاجة بسيطة جدا بتقابلنا كتير جدا في العيادات. من الحالات التانية برضو ان تلاقي الولد جسمه الصورة القديمة مليان شعر زي متغطي بالشعر زي كأن ابن قرد، يعني ولاد يعني بعضنا بيبقى متغطي زي القرد كده بالشعر، جسم نصه التحتاني دراعته رجليه، والام جايه مرعوبة ده الولد ده واد طبيعي ولا ايه المشكلة، بنسميه الشعر الوبري، شعر وبر عامل زي الوبر او الصوفه. هذا النوع من الشعر بيختفي تماما خلال السنه الاولى، ولا علاج له ولا تدخل بليزر ولا اي حاجه، ونطمن امه او لو ولد او بنت مع على مدار السنه الاولى من عمره يبتدي ده ينحل ويروح تماما زي ويرجع جسمه للطبيعي، يعني الشعر اللي في المكان ده، فديا لا داعي لاي علاج خلاف ان اطمن الاب والام. الصوره اللي بعد كده يتولد بعض الولاد انا مش قادر احدد ده ولد ولا بنت، وفعلا بتحصل وحتى مع الدكاتره المحترفه قد يختلط عليه الامر، زي الصوره القادمه كده ممكن نشوفها مع الاستاذ المعد هيوريها لنا، تلاقي صوره الجهاز التناسلي دي لانثى حاجه فيها تضخم في البذر بتاع البنت، ده ولد ده عضو تناسلي الولد ولا بنت، ولو سمى الاسم خد تحديد الجنس غلط بيسمي اسم ولد هو بنت، او العكس يكون سمي بنت هو ولد، فلازم يلجا للمتخصص، ودي الحاله اللي هي كريتيكال بقى، دي حاجه بنسميها لازم انا بسرعه احدد واروح لحد متخصص يحدد ده ولد ولا بنت عشان هسمي بناء على اسمه واحدد نوعه ذكر، وبعد كده لو حددت غلط تعالى بقى اشوف اجراءات قد ايه عشان خاطر ترجع تاني جنسه تاني او لونه، وانا عندنا حالات زي كده اخطا معظم دكاتره متحترف في بعض الحالات دي، وكانت مشكله لولاد قعدوا 18 سنه معتقد ان هو ولد وللاسف كان بنت، فبالتالي كانت مشكله كبيره جدا. في الحالات اللي زي دي يا جماعه لازم اشوف كويس جدا للولد بالذات، اشوف حاجتين مهمين جدا، ده ولد ولا بنت، واتاكد من متخصص. ولد خلاص ولها تحاليل عامه كروموزومات داخليه تعرفني ده ولد ولا بنت بصرف النظر عن شكله من تحت، من شكله يكون شكل البنت لكن داخليا دي ولد بعرف عن طريق التحاليل، اذا ده ملجا لطبيب يقول لي والله الوضع ده ولد سمي كذا وعلى مسؤوليتي بعد التحاليل اللي احنا عملناها عشان، فاذا مهم جدا دي بنسميها من حاله الطوارئ في تخصص الامراض الذكوره، ان انا احدد ده ولد ولا بنت، دي اتنين. واحد اتنين في تخصص امراض الذكوره برضه اشوف الخصتين معاه، ده لو ده ولد اشوف الكيس بتاع فيه الخصتين ولا مش موجودين، احيانا ولاد كتير جدا يتولد ولاقي عنده كيس فاضي، اما فاضي من خصتين الاتنين اما فاضي من خصه واحده، الحاله دي بالذات لازم اعرفها ساعه ما يتولد الولد. ليه؟ لان لو سبته اكتر من سنتين انا قضيت على الولد دوت وحكمت عليه بالعقم مدى حياته. ليه؟ لان عشان الولد ده يخلف لازم انزل الخصتين اللي ما نزلوش من بطنه قبل سن السنتين لو موجودين. طب عدينا السنتين للاسف مش هيحصل ان الولد هيبقى راجل وهيتجوز بس للاسف مش هيخلف. وبكده انا بقول يا جماعه اي ام اتولد لها ولد تحس الخصتين موجودين الحمد لله. طب موجوده واحده ارجع للطبيب برضه، مش موجودين الاثنين اروح للدكتور يقول لي والله هندي علاجات، في بعض العلاجات في الاول كده حقن وشويه علاج تنزل خصتين لو الاثنين مش موجودين. طيب ما نزلوش او لها اصبري سنتين
عدوا السنتين ابتدي اتدخل جراحيا لو انا عارف مكانهم وابتدي انزلهم في مكانهم. ليه؟ لان لو عدى السنتين عليهم في مكان مش مكانهم الخصيه بتضمر وتبتدي تفقد وظيفتها كولد يخلف. لكن كولد كراجل لا مش مشكله، هتدي له صفات الذكوره شنب ودقن لكن مش هيخلف. دي من الحاجات اللي مسميها برضو طوارئ ولازم احط عين عليها وابتدي انبه الاب والام. خلي بالكوا ايها الاب ايها الام، ما لو سمحت خلي بالك من ابنك الولد في الحته دي، شيك افحص الخصيتين، ودي بركز عليها قوي لان ممكن من اهمالها او عدم ادراكها اقضي على ابني ان انا انتهيت عقيم، تبتدي مشكله تانية انا هتعذب بيها وهو هيتعذب بيها، وكان حلها سهل جدا. دي واحده. الحاجه التانية برضو حجم العضو التناسلي للولد، لو صغير قوي ما تسرعش في عمليه الطهاره. يعني لو حجم عضو الولد لا يزيد عن 2 سم ومش باين قوي وصغير، كتير جدا يقول لك يلا عايزين نفرح بيه ونطهره، لا، الولد ده يتأجل طهارته لغايه ما يبقى الحجم العضو مناسب ويبقى خرج من مكانه، علشان لو اتطهر وهو حجمه صغير كده بنرجع نطهره تاني بعمليات اخرى، سلسله عمليات لا تنتهي بسبب ان انا طهرت ولد حمامته صغير، واسيبه مش مشكله لغايه سنتين ثلاثه، مش لازم بعد ما يتولد ولا بعد شهر ولا اتنين، يبقى بنأجل طهاره العضو التناسل الصغير الى ان يكبر بالحجم اللي يبتدي يبقى مناسب للطهاره، ما استعجلش في الطهاره. دي برضو من الحياة اللي بتبقى بتقابلنا. بعض الحاجات اللي بتقابلنا في الأطفال الصغيرة برضو، تلاقي فتحة مجرى البول مش في مكانها، بيسموها طهارة ملايكة، وللأسف ما معي الصورة كنت وريتها لكم لكن إن شاء الله في تباع هنشوف. تلاقي فتحة مجرى البول دي في حتة جلد على رأس الذكر كده والفتحة تحت هنا أو في مكان مش مكان الفتحة الماء الطبيعية، ده ممنوع منعا باتا، ده يطهر أن يحصل له يحدث له ختان، لأن الفتحة دي بنحتاج الجلد ده نصلح بيه الفتحه دي نخليها طبيعيه، ودي مع دكاتره المسالك دول بروفيشنال في الحاجه دي، فبنقول ارجوكوا لو فتحه الميه بتاع الولد مش في مكانها اوعى تطهره، سيبه زي ما هو كده لغايه ما تروح لدكتور متخصص، لان بنحتاج الجلد دوت لتصليح هذا الخلل في فتحه اللي هو مجرى البول. دي من الحاجات اللي احنا بنشوفها. برضو بالمناسبه واحنا في المنطقه دي بنشيك قوي على منطقه اللي ساعه ما يتولد الطفل على منطقه فتحه الشرج. احيانا بيكون ولاد بيتولدوا ولد او بنت مسدوده فتحه شرج عنده، وللاسف يجي الواد يقعد 3 4 5 ايام مش شايف عنده اخراج للفضلات، بيرضع لكن ما فيش اخراج، بالترمومتر الصغير بنحطه نعرف اذا كان في سده ولا لا، لو في سده بسرعه جري نبتدي ايه نقول له اطلع على دكتور جراحه عشان يسلك ويفتح مخرج لهذا الايه الفضلات، والا الولد ممكن يتاذي خلال الثلاثه ايام الاولى من الولاده. برضه مع دي لو الولد او البنت بيرجع ترجيع عالي جدا معدل يعني كل ساعتين 5 6 مرات وعمال اي حاجه ياخدها بعد الرضاعه يروح بعد ما يرضع يرجعها، برضه الجا لدكتور جراحه متخصص يشوف لي هل في انسداد في الاثنى عشر. لا، لان احيانا بعض الولاد اللي هو في الايام الاولى يبتدي يرجع ترجيع عالي جدا، مش مره او اتنين مش مشكله، لغايه 3 مش مشكله، لكن كل ما ياخد الرضعه يرجعها كلها ده نقف عند دي يعني. نروح لدكتور جراحة نقول له ايه الوضع، بيشيك لي على المكان ده بأشعة يقول لي الله في انسداد في كذا لازم اتدخل عشان امشي الاكل بتاعه واللبن في مجرى الجهاز الهضمي بتاعه بحيث ان يمشي في سكته الطبيعية عشان يبتدي الولد ما تزيش. دي برضو بعض الحالات. من الحالات التي يجب ملاحظتها في الاطفال برضو ان انا شايك على القلب مع دكتور قلب، قد يكون في بعض العيوب الخلقية في القلب زي مثلا حاجه اسمها الرباعي التشوه الرباعي في القلب او الثلاثي او حاجه زي كده، دي بسرعه برضو نلحقها لان بسرعه لو احرفناه بيقدر له عمليه سهله جدا بدل ما نفقد هذا الولد ويبتدي يخش في مشاكل قد تصل الى الوفاه. بعض الحالات الثانيه اللي ممكن تلاقي في الولد دوت ان ممكن يكون عندنا الولاد يتولدوا الست تقول لي ان صدر الولد كبير او البنت واتك عليه يطلع لبن. فعلا في بعض الولاد كده بنسميها جلاكتوريا. بعض الولاد يكون عندهم انزال اللبن من ساده وهو في اول 3 4 ايام. الولاد البنات اوعى تعصر المكان ده عشان ما يحصلش اي نوع من الضمور للغدد اللبنيه، لكن ممكن الولد تعصر لو زايد قوي لان ده ولد مش محتاجين الغدد اللبنيه في حاجه. ودي مع الوقت بتختفي خلال 3 4 شهور، حط بس حاجه زي كمادات كده عليها دافيه لو بتوجعه، وندي بعض المسكنات نقول لها خلي بالك ما تشيلوش او تضغطي صدره عشان ما يوجعوش، لان دي بتعمل الم جامد له او للبنت. دي برضو بعض الحاجات اللي بنلاحظها. برضو بنلاحظ في الاولاد الصغيره قد يكون في بعض الحاجات زي مثلا ان تيجي الام تقول لي الحقني بنتي في دم تحت منها. ازاي؟ فعلا في بعض البنات الاناث في الايام الاولى
من الولاده تلاقي البنت في بعض نقط دم عندها تشبه الدوره الشهريه عند الاناث اللي هم البالغين، بيبقى في بعض الهرمونات مسحوبه من جسم امها تخلي البنت يحصل لها بعض نقط دم كده تحت من الام، تبقى جايه مخضوضه الولد البنت حصل لها ايه ولا اي حاجه، خلاف ان انت بس بتطمن امها تقول لها والله الموضوع بسيط جدا، ده شويه بس هرمونات في جسمها مسحوبه من جسمك، وخلال شهرين ثلاثه تلاقي كل ده يختفوا. بتحصل كل شهر، بتحصل شهرين ثلاثة أربعة، مفيش أكتر من إنها تطمن الأم اللي جاية مرعوبة على الدم اللي إحنا شايفينه ده. دي برضو حالات بنشوفها كتيرة جدا في العيادة، وبنقول علاجها إن تطمن الأم، مفيش أي علاج خلاف كده. بعض الحالات التانية اللي ممكن تيجي، اللي ممكن تلاقي راس الولد عليه كده طبقة تخينة كده، قشرة تخينة بنسميها الكاب الدهني، يعني حاجة اسمها الكاب الدهني، حتة قشرة تخينة على راس الولد أو البنت، وتلاقي الأم متضايقة منها وملزقة الشعر كده على الراس وقرفانة منها، كل شوية عمالة تشد تقشر فيها وتروح مطلعة الشعر زي الحالة دي كده. علاج دي كتير جدا من ولادنا كده علاجها مجرد بس زيتون، إزاي الزيتون؟ زيت زيتون بنحطها في مية دافية ونروح واخدين بقطنا كده نمسح عليها كل ليل، خلال شهر تلاقي كل ده اختفى، ولا داعي ان انا اقشرها بايديا عنوة، لان تقشيرها كده بيشيل كتير جدا من جذور الشعر اسمها بصيلات الشعر، فبالتالي اما يكبر ممكن تتاثر وتبقى دي قليلة شوية، فلا داعي ان احنا نشدها، لكن نعالجها زي ما قلت كده بزيت زيتون دافي لمدة حوالي كده شهر، هتلاقي الامور ماشية كويس جدا. من الحاجات بقى الشهيرة جدا اللي بتقابلنا في العيادات لكل الولاد الصغيرين بيلبسوا بامبرز، زي الصوره اللي هتيجي دي لتحت منه متسلم سماها التهابات الحفاضه، زي الصوره اللي القادمه اللي ممكن تيجي لكم ان شاء الله. سبب دي المغالاه في استخدام الحفاضات، زي الصوره دي كده تلاقي في حتت محمره تحت البنت او الولد ومهريه، كل ما تيجي تعمل حمام ويعمل حمام تلاقي عمال يتنطط من الصرخ والالم. سبب دي ايه؟ كل بنشيل حفاضه نحط حفاضه، وطبعا لجأنا للإعلانات الموجودة دلوقتي الحفاضة بتحميه من البرد وكلام من ده، يا ما ناس عاشوا على لفف عادية وما حصلش حاجة. احنا نقول لا، أنا مش ضد استعمال الحفاضة، أنا معاها بس استعمل صح. إزاي؟ يعني أحط الحفاضة وأنا خارجة رايحة مشوار، وأنا مثلا هينام بالليل مثلا متأخر ماشي، لكن طول النهار أحط تحته حاجة كده وأسيبه مهوي. إن إيه سبب التهابات الحفاضة دي؟ للأسف سببها ان فتره طويله جدا من وجود الفضلات تحت من الولد او البنت بصوره تخليه يلتهب جامد جدا. ما بيصدقوش الستات تقول لك ما انا بقاله شهرين كان كويس، ما هو بعد فتره الجلد في المنطقه دي يبتدي يتاثر لدرجه انه بيتهري. بقول لها لو مش مصدقاني افتكري حطي بس لو واحده عندها مثلا الدوره ولابسه البامبرز وسابته فتره طويله بتلتهب من تحت، نفس الكلام لولد قاعد ليل ونهار لمده سنين او بنت تحتها حفاضه. يبقى سبب دي ان هي عملية كتمة المكان ده في فضلات العيل، وخصوصا المية والفضلات البول او البراز. لو قعد اكتر من نص ساعة في المكان مرة في مرة في مرة يبتدي يحصل عند الولد او البنت دي هذا النوع من التهاب، بتبقى مبرحة لدرجة تلاقي الولد جاي متعور، يعني مش الشكل ده كمان مش قاسي، ده بسيط جدا. في اشكال بتيجي حتت قرح تحت الولد او البنت. علاج دي ايه بقى؟ واحد اهويه، تهوية. بعد كل مرة حمام ببتدي اشطفه بمية عادية جدا، مش لازم كل مرة صابون، الصابون بيهريه وبيعمل له نوع من الكيميكال ديرماتايتس، ممكن مية صابون او مرة ومرتين ثلاثة بالمية العادية، وابتدي اسيبه تحت ملاية كده واسيبه مهوي ومغطيه بحاجة فترة طويلة على قد ما اقدر، حتى لو هيبهدل الحاجة اللي حطيتها تحته، دي ممكن تتغسل تاني وتتحط تاني، او نحط برضه بعض لفف اخرى، دي علاجها. لا والا ولا علاج لهذه التهابات الحفاضه الا 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 حطي 100 علاج، حطي 100 مرهم، روح لاعظم دكتور مش هتخف الا بالتهويه. يبقى دي حاجه. يبقى نمره واحد ان علاج التهابات الحفاضه ان انا اهوي المكان ده تماما، اسمح له بجو من التهويه، هواء يخش، لان التهويه كمان بتخلي المكان ينشف بسرعه، بتقتل الميكروبات اللي هنا، بتنشف الحاجه دي ما بيبقاش فيه اثر للمكان ده وجروح، تريح الولد او البنت، حتى تلاقي لما بتهويه تلاقيه يقعد يرفص برجليه ويبتدي ايه تلاقيه مبسوط، لكن اكتبه بقى يقعد يصرخ، ودي احد اسباب الصريخ او الكراينج الكتير للولاد، ان يبتدي يكون دي حاجه الام مش واخده بالها منها. اضف الى هذا بقى ان الحفاضات دي لو في ولد، وكل بقى الام معتزه بالولد، كل شويه تشيل حفاضه تحط حفاضه، تشيل حفاضه تحط لي حفاضه. الولاد لان الخصيه بتاعته بره بين وراكه كتر كتمة المكان دوت لفترة السنتين الأولين يبتدي يحصل ما يسمى ببعض التأثير على وظائف الخصية في المرحلة دي.
يعني ممكن الولاد دي بعد ما يكبر يتأخر إنجابية، تخيلوا، بسبب الحفاضة دي، لأن مكتومة دايما. ربنا خلق لنا الخصيتين نازلين بين وراكنا ليه؟ عشان تبقى درجة حرارتهم أقل من بطننا، مش زي البنت، البنت الموبايل بتاعتها جوه بطنها، ودي عادي جدا ربنا خلقها تقدر تعيش بالموبايل في بطنها، مش الموبايل تحت منها زي الخصيتين عند الولد بيبقوا بره. عشان الخصة عشان تشتغل لازم تكون في درجة حرارة أقل من حرارة الجسم درجتين، فربنا حط لهم كيسين بين الخصة عشان يبتدوا المكان ده يبقى مناسب لعملهم، اما يبتدي الولد ده يبلغ ويبتدي يخش في سن البلوغ ويبتدي يحصل انجاب. لو الخصين دول قعدنا كاتمينهم السنتين الاولين بالبامبرز، معظم الولاد دول بيبتدي يتجوز يتاخر في الانجاب. ليه؟ بسبب ان الخص ضعفت في وظيفتها انجابيا. فما تقول لام زي كده تقول لك لا خلاص هسيبه عريان، لا مش هتسيبيه عريان، انت هتسيبيه بس غطيه بالنصائح اللي احنا قلنا عليها دي. بلاش كل شويه بامبرز ورا بامبرز ورا بامبرز، حط البامبرز بس وانت خارجه رايحه مشوار، وانت هينام مش طول النهار 24 ساعه بامبرز. قلت لك ده انا جايب انضف انواع البامبرز، لا حتى لو كان انضف انواع المشكله مش في النوع، المشكله في ان هنا في كتمه للمكان ده بفضلات بتقعد فتره طويله، فالنتيجه ايه؟ ان يحصل هذا الموضوع عند الولاد دول ويبتدي يحصل يتاثروا في المكان ده. فعلاجها باختصار ان احنا نبتدي نحط بعض الكريمات برضو والغسولات الموجودة عشان نعالج الموجود ونمنع ان يقعد البامبرز فتره طويله على المكان دوت، عشان التهويه مهمة جدا ليه. دي كانت أكتر حاجات بتقابلنا في العيادات على ما الذي يجب ملاحظته في الأطفال المولودين. ألاحظ قلبه مهم جدا، حتى أنا بقول عندي في محاضرة قلبه لو في أي حاجة عيب خلقي، واحد اتنين من فوق لتحت كده. ألاحظ مثلا بعد لو هتستبعد العيوب الخلقية، ألاحظ لو بيرجع كتير يبقى السبعد سدة الاثنى عشر. تلاتة اشوف استبعد انسداد الشرج، لان ممكن بعض الولاد يتولدوا بحاجه اسمها انسداد شرجي، ده مهم جدا. تلاقي اربعه ودي شغلنا بقى الاساس، استبعد عدم وجود الخصيتين، اشيك على الموجودين الحمد لله، مش موجودين لا ابتدي اقف عند دي واقول لها خلي بالك الولد لو ما نزلوش الخصيتين خلال سنتين لو انت ترجعي عشان ننزلهم، دي مهم جدا. اربعه خمسه العضو الذكري ده ولد ولا بنت، واعرفها عن طريق متخصص عشان هيتحدد عليه اسمه وجنسه، ده مهم جدا. بعض الوحمات الموجوده اللي بتروح مع الوقت، واحنا قلنا بعضها زي الوحمات الدمويه، بعض الوحمات البنيه واحنا قلنا هي وعلاجها ممكن لو طولت ممكن علاجها ليزر. بعد كده في بعض الحاجات زي الزرقان اللي موجود في الايدين والرجلين ده، وده مؤقت ان استبعدنا الامراض الخلقيه اللي في القلب، خلاص الموضوع انتهى كده تمام. ان لو وجود صابع زياده في رجل او في ايدي بيتشال مفيش مشكله. بيرضع صابعه وابتدي يحصل عنده زي جرح كده في المكان ده، ابعد صابعه عن المكان ده وحط له سكاته بحيث يبعد ايده ونعليه من الاول ما يحطش ايده ببقه عشان ما يبقاش يبقى عاده عنده. وجود الشعر الكتير اللي احنا شفناه دوت علاجه بسيط جدا وبينحل، وخصوصا لو بنت مع خلال السنه الاولى بينحل. طب اعمل له ليزر؟ لا ما فيش ليزر ولا حاجه، لا داعي لاي تدخل خالص الا مع الوقت، لان هو هيروح مع الوقت. ان وجود برضو اللبن في صدر البنت او الولد ده عادي جدا، بتحصل كتير جدا في حالات كتير وبتقابلنا، والحالات دي بنبتدي برضو نعالجها نقولها ولا حاجه سيبيه خالص، لو في بيتعلم نديله حاجه مسكنه مرهم وكده، وخلي بالك الحته دي ما تخبطش فيها كتير او تشيلها على صدر. من الحالات التانيه برضو ان وجود لو في طبقه دهنيه على راسه علاجها ولا حاجه، خلاف ان احنا بنحط زيت زيتون، ودي من الحالات اللي احنا ايه قلنا عليها دافي وخلال شهرين ثلاثه هتختفي عشان شعره. لو في التهابات حفاضه انا اسهبت فيها وقلت علاجها ايه؟ ان احنا نهوي المكان، نهوي المكان ده تماما بحيث ان يحصل عنده اللي ما يسمى بايه؟ بان الموضوع يعني التهويه علاج اساسي. لو قلنا العلاج عباره عن 20 ايتم، 20 يعني حاجه من 1 ل 20 ل 19 تهويه. ورقم 20 العلاجات اللي احنا بنحطها، يبقى اذا التهويه وقلنا دي ضررها ايه على الولد وعلى البنت. موضوع تاني اللي هو برضو ان يجي ولد الام او الاب تيجي لي تقول لي انا ابني في سنه خامسه ابتدائي او في سنه اولى ابتدائي والحمامه بتاعته صغيره، صغر العضو التناسلي عند الولاد الصغيرين بحكم ده تخصصنا امراض ذكوره يعني بالاضافه للامراض الجلديه. فبيجي بعض الولاد يكونوا الولاد دول لو هو مليان شويه سمين يعني بشوفه. المفروض الولد من سن الولاده لغايه سن 6 سنين حجم العضو التناسلي لا يزيد 3 سم. من الست سنين وانت طالع يبقى من 3 لغايه 7 سم وهو في حاله الارتخاء كده. فلو شفنا العضو في الحجم ده اوكي مفيش مشكله، نقول له بس الولد ده خس شويه وان شاء الله مع الوقت هيبتدي يختفي ويبتدي كل حاجه تكبر.
ليه؟ لان بيبقى جاي الام قلقانه، شوف لي الولد ده هيبقى راجل، هيتاثر في حاجه، علاجه ايه وكده. لو لقينا ما فيش حاجه نطمن عليه هرمونيا، لو لقينا ان في جسمه الهرمونات بتاع الولد في المرحله دي طبيعيه، خلاص انا مطمن. طب لو الولد مليان شويه بقول له العب اي رياضه، بلاش الاندومي اللي بتسمن شويه دي، بلاش شوكولاتات، بلاش الحاجات اللي هي الشيبسيات والحاجات اللي هي البيبسيات، كل ده بتزود الجسم والفات اللي هي الدهون. نقول له يخس، وان شاء الله خلال على سن بدايه البلوغ هيبتدي يحصل ان العضو يبقى تمام. اتفضل. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. ازيك يا دكتور؟ اهلا يا فندم. حضرتك يا دكتور، بس انا عندي مولود تمام، بقاله شهرين كده يعني، فايده كده انا حاسس كفه ايده زرقاء كده لا الصوت واطي جدا. بقول لك مولود عندي بقاله شهرين تمام، مولود كفه ايده كده دكتور زرقاء يعني تمام، وساعه كده برضو يا دكتور يعني. واحده بس ولا اتنين يا اسمع؟ لا اليمين يا دكتور، اليمين. اليمين طب. طب بيعيط كتير ولا حاجه؟ نعم بيعيط كتير. هو بيعيط كتير طبعا يا دكتور. طب من وش كده ولا من تحت؟ لا يعني يا دكتور دايما يعني كده. طب لو دفيتها شويه ما تروحش الزرقان ده؟ ما يروحش؟ لا يا دكتور لا، ما ثابت على طول اللون ازرق، سواء اتدفى ونام بالليل تحت بطانيه او ما اتدفاش. لا هي ما تقلقش، خلال الفتره دي حد شافه من الدكاتره اللي حواليك؟ شافوه يا دكتور، بس انا يعني الان عليه يعني وكده يعني. ما تخافش، هي طالما ايد واحده انا بطمنك، ما فيش اي ايد حاجه. ايد واحده وبس، بتبقى ساعه كده يا دكتور يعني. ما تخافش، هو اول ولد ليك؟ اول ولد. ما تقلقش يا ما تقلقش، انت بس قلقان عليه شويه، هو بس ابعته المتخصص هيستبعد ان يكون في حاجه ان شاء الله. ما في، طالما ايد واحده. طب اوديه لدكتور تخصص ايه يا دكتور يعني؟ ده اوديه لدكتور مثلا اوعيه دمويه. اوعيه دمويه. دكتور اوعيه دمويه، او دكتور حتى جراحه عادي هيعرفه، ما فيش مشكله جنبك. خلاص ماشي. وما تقلقش، دي حاجه بسيطه ممكن تكون حاجه مؤقته وبتروح مع الوقت زي ما. شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو يا فندم، العفو. زي ما شفت يا جماعه بعض الحاجات اللي زي كده ممكن تكون حاجه مؤقته، وان شاء الله هتكون خير، لان طالما ايد واحده مش هتقلقنا في حاجه. غالبا هيكون بس شويه احتقان في المكان دوت، ان ممكن يكون برده شويه لون زي بدايه وحمه دمويه هتحصل وممكن تختفي خلال الفتره اللي جايه دي، فما تقلقناش في حاجه، خصوصا ان الولد يعني شهرين، لو 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 الولد في حاجه تقل ما كانش هينام كده ابدا يعني، فما تقلقش اطمن يعني. نرجع تاني لموضوع من المواضيع المهمة جدا اللي برضو حبيت اتكلم عنها، اللي هي علامات البلوغ عند الذكور او مرحلة البلوغ. مرحلة البلوغ عند الذكور دي بتتحول الولد من طفل الى رجل. فايه اللي عشان يتطلب له عشان يبقى راجل؟ بيبقى فيه تغيير في الوظائف بتاع جسمه، يعني جسمه يبتدي يكبر، يطول، ياخد طول طويل، يحصل حجم طوله يزيد، يظهر الاعراض السنوية للبلوغ زي الشنب والدقن، صوته يبتدي يتخن نتيجه للتغيير في الاحبال الصوتيه، يبتدي يحصل اعضاء التناسل عنده تكبر، ويبتدي يظهر حقوق الشباب. اضف الى هذا بقى تغيرات اجتماعيه، تلاقي الولد رافض يعني ان ايه القياده اهله، عايز ينفصل يبقى له شخصيته المستقله، يعتز باصحابه، يبتدي يسمع لهم كويس جدا. شوف الناس اللي هم القيادات في المجتمع، الممثلين، القيادات في مثلا في اي مدرسين عنده له قياده وكلام، يبتدي يتاثر بيه، يبتدي يبقى رافض لاسلوب اهله معاه، عايز يبقى له حريته الشخصيه، وعايز يبتدي يبقى له مكانته وطريقته في الكلام. لازم نحتوي هذا الطفل، للاسف الطفل الكبير، ونحاول نكلمه ونقول له دي عادي جدا بتحصل، وتعالى ناقشني إيه انت معترض عليا في ايه، ابتدي اوجهك ليه. لان انا بنصح الحته، لان بعض الامهات او الاباء يقول لي انا متضايق من ابني في المرحله دي. طب اتفضل يا فندم، في اتصال. استاذ مراد، اتفضل يا فندم. استاذ مراد. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم. ايوه يا فندم. امر يا فندم، تحت امر. والله حضرتك يا دكتور انا رحت لاكثر من دكتور. نعم معاك يا فندم. وقال لي حضرتك في انسداد. انسداد. وانا متجوز حضرتك بقالي اكثر من 13 سنه. نعم. انت متجوز ما خلفتش؟ اكتر من دكتور يعني، اكتر من دكتور قال لي نفس الكلام يا دكتور. تمام يا فندم. انسداد في الوعاء الناقل، انت مش كده؟ ايوه دكتور. في طب حضرتك انت في التحليل السائل المنوي في حيوانات منويه؟ في يا دكتور، قال لي واحد حيوان منوي بس وميت. واحد بس؟ طب عملت تحاليل الهرمونات اللي تقول ان في انسداد؟ في تحاليل؟ أيوة عاملها، قال لك في انسداد.
ايوه دكتور. طب ما خدتش ليه من الخصه وحقنت المدام؟ في حاجه اسمها حقن مجهري، بناخد من الخصه مباشره. عملت يا دكتور. فشلت؟ ايوه. كم مره؟ عملت كم مره؟ ايوه يا دكتور. عملت كم مره يا استاذ مراد؟ هي مره واحده يا دكتور عملتها. بقالها قد ايه يا حبيبي؟ بقالها حضرتك 7 سنين. 7 سنين. طب مراتك عندها كم سنة؟ 40 يا دكتور. 40، وأنت عندك كم سنة يا أستاذ مراد؟ 42. طيب هي للأسف أستاذ مراد أنا هأجبك على حل دي إيه؟ يعني هأجبك، في حاجة تانية تحب تسألني فيها عشان ما أطولش عليك. ألو؟ اتصل اتقطع؟ طيب. دلوقتي حالة الانسداد اللي قال عليها الأستاذ مراد ديًا من الحالات الصعبة جدًا في عمرها. ليه؟ يعني ايه انسداد؟ ان مخرج الحيوانات المنويه اللي بتخرج من الخصيه في الانبوبتين اللي خارجين بيخرجوا يشيلوا الحيوان المنوي لمجراهم الطبيعي اللي هو الذكر مقفولين. يا اما في انسداد كامل على الناحيتين، يا اما في انسداد جزئي، ناحيه مسدوده والثانيه بتطلع شويه كده، زي ما بقول في واحد بس، واحد بس معناه ان في انسداد جزئي للوعاء الناقل ده. لو في واحد بس مليون احنا بننصحه يجمد على قد السائل المنوي، يجمد الحيوان المنوي ده في سيمينال بانك اسمها كرايو، يعني ياخد السائل المنوي ده الحيوان المنوي ده نعمل له نوع من التجميد في بنك، او نسحب من الخصيه، في حاجه اسمها بربخ الخصيه او مكان ده بيبقى فيه مليان حيوانات منويه، بنسحب من دوت ونبتدي نعمل حقن مجهري مره واثنين وثلاثه، وخصوصا وسن الست صغير، يعني ما يعديش قوي فوق، عشان بس نبقى الامور النسبه تبقى اعلى في النجاح، ويكون التشوهات قليله، لان بعد مرحله معينه من السن بيبقى فيه تشوهات في الاجنه. فبالتالي انا بقول له الحق، وممكن ما تزهقش، انت عملت مره وفشلت معلش، ممكن تكرر مره ثانيه وثالثه ورابعه، لان نسبه نجاح الحقن المجهري في معظم المراكز على مستوى العالم، يعني في ناس بتبالغ شويه تقول لك 100%، لا مش 100% ابدا، ده هي 30 40 اعلى مكان 50%. يعني من كل 10 يروحوا يا اما ثلاثه يا ربنا يكرمهم، دي نسبة، يا إما أربعة يا إما على أعلى تقدير من العشر يبقوا خمسة، ولازم خمسة على الأقل بيفشلوا. فأنت تبقى رايح ومعلش يعني دافع فلوس وراح حاسس إن هيحصل حمل، وراح المدام متحضرة للحمل بعد هرمونات واخدها قد كده وفحوصات، وبرضه حط في دماغك إن احتمالية الفشل قائمة. فمعلش هو ده علاجها، أو تلاحظ إن أنت تترك كل ده وتلاقي في لحظه ان ربنا كرمك لوحدك، تلاقي مرات تقول لك والله ده انا حصل لي حامل وانا حامل، بيحصل حتى مع 1 مليون، كنت تلاقي مراتك حامل ممكن لوحدها، فان شاء الله ربنا يكرمك تكون من النوع ده. اتفضل يا فندم، معانا اتصال، اتفضل. اتفضل يا فندم. استاذه هبه؟ ايوه السلام عليكم يا دكتور. اتفضلي يا استاذه هبه، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يا اموري يا فندم. دكتور من فضل حضرتك، انا عندي بنتي عندها 3 شهور ونص. نعم. واللهم صل على رسول الله، عندها على طول ترجيع مستمر بطريقه يعني فظيعه من الشهر الثاني. عندها ايه يا فندم؟ ترجيع، بترجع بطريقه مستمره جدا. في الشهر الكام؟ من الشهر الثاني، من شهر الاثنين. الثاني طب انت عرضتيها على حد من الاطفال او جراحه او حد شافها من جنب حضرتك؟ ايوه عرضتها على دكتورين قالوا لي ان هي عندها ارتجاع في المريء. عندها؟ ارتجاع في المريء. ارتجاع في المريء، هي بتزيد ولا بتخس؟ لا بتقل، انا حاسه ان هي ما بتزيدش. وزنها كام في الشهرين دول؟ يعني عندها شهرين وزنها قد ايه؟ وزنها 6 وحاجه بسيطه يعني. 6 يعني؟ 6. لا كويس، هو على فكره ممكن تكون ده من الارتجاع البسيط دوت، لكن مش انسداد بعد شهر. في حاجات للترجيع يبقى تستوجب فورا اجراء جراحي زي السد الاثنى عشر، ودي مش دي بعيده تمام عنها. الارتجاع ده ممكن يكون ده سبب فعلا سبب الترجيع، ارتجاع في المريء، فدي تطمني وتاخد علاجات كده بتبقى اقوى شويه، كل ده بيروح تماما، ما تقلقيش، دي حاجه ما تقلقيش منها خالص خالص ان شاء الله. اتفضلي. دي برضو اتفضل يا فندم. دي سؤال المدام هبه، عشان قلقانه علشان ترجيع، كلنا ولادنا بيرجعوا، لدرجه ان حتى الناس اللي قاعدين يقول لك ده الولد الطفل بيقشط، يعني الطفل للاسف يا جماعه معلومه لكم ما بيعرفش الشبع، يعني ما يعرفش امتى شبع، يعني الولد من سن الولاده او البنت لغايه سن سنتين بعد لغايه قرب ما يتفطم كده، طول ما انت حطاه على صدرك بيتني يرضع، ان شاء الله يكون صدرك ده يرضع حوا، ما عندوش حاجه اسمها مركز شبع. عشان كده بنقول نصايح مهمه جدا للامهات اللي هم لسه في الاول، يعني حط ابنك او بنتك على صدرك بما لا يزيد عن 7 دقائق، 7 دقائق هنا 7 دقائق هنا، يعني
محصله الرضعه من السيدتاديين ربع ساعه. ليه؟ لان بفضل الله الولاد لما يتحط على صدر امهم بيفض صدر امه، ده في 7 دقائق وده في 7 دقائق، نقول 10 دقائق اقصى، يعني بما لا يزيد عن تلت ساعه، من ربع لتلت ساعه. بعد ربع ساعه ده طول ما انت حاطه هو مش هيبطل مص في صدرك، لان هو ما يعرفش شبع ولا مشبع، فبالتالي ياخد اربع هواء، يعني فض صدرك ده في 7 دقائق ونقلتها على التاني في 7 وسايباه نص ساعه عمال يبلع هواء. فمجرد ما بتشيليه كده يروح مرجع كل بطنه، لان بيرجع كل بطنه ليه؟ لان بلع هواء. فبنقول لها 7 دقايق هنا و7 دقايق هنا، ونصيحة خديه على صدره وطبطبيه كده على ظهره عشان يتكرع، فيقوم ما يرجعش، فيقوم الترجيع يقل. لكن طول ما انت حاطاه عمال يرضع هيتني يرضع لك من اللبن يطلع من مناخيره. فبالتالي بنقول يا جماعه ده 7 دقايق هنا 7 دقايق هنا عشان ما يحصلش الترجيع الكتير ده. ودي عادي جدا وارد جدا يحصل ترجيع يوميا 5 6 مرات، طالما الولد او البنت بيزيدوا في الوزن، طالما مفيش حاجه تقلقني عليه بينام انا مطمن. لكن لو مفيش زياده في الوزن وعمال يخس وترجيع كتير جدا، معدل كل نص ساعه ترجيع، لا ده انا كمان مش هسكت، يعني انت مش هتستحملي ان تسيبي ابنك كده، مش هتنام حتى انك صحي. فبالتالي بلجا لطبيب يقول لي الموضوع كذا كذا، يا علاجات نازله معويه فد علاج، يا اما محتاج ان انا ادي شويه حاجات لو في حاجه بعد الشر من العيوب الخلقيه دي في الاول. فدي برضو بعض الحاجات اللي بتقلق. ومش بقلق الناس، والله انا هدفي مش القلق، انا هدفي التوعيه، تشوف ايه اللي انا اقدر اعمله في حاجه زي كده وما انساهاش، عشان بس ايه يبقى الامور ماشيه كويس. يعني ده بالنسبه للاجابه على السؤال اللي فات. نرجع تاني لعلامات البلوغ اللي احنا بتقابلني من الابهات، يقول لي ابني بقى صوته عالي عليا، صوته ابتدى يعترض عليا في حاجات، ده وارد جدا. وانا بنصحه بس ما يقهروش. ليه؟ معلمنا اولادنا على القهر طلعوا ما لهم شخصيه. حاول اقبله، ناقشه، قول له معترض عليا ليه؟ طب زمايلك، زمايلي انا بيتكلموا معايا، لان انتوا من دور بعض، لكن انا ابوك انا خايف عليك، زميلك مش هيخاف عليك قدي، انا هخاف عليك اكتر، مامتك هتخاف عليك اكتر. وابتدي اناقشه فيما هو معترض معي فيه، لان دي اكتر مشكله بتقابل الولاد دول. اضف الى المشاكل النفسيه اللي بتقابله، بقى عايز ميل ان يبتدي يقعد مع الجنس الاخر، عايز يبتدي يبقى له شكله، يهتم بشكله، هو الشكل دي بتضايقه عايز يعالجها، فبالتالي نبتدي نقف معاديا ونعالجها. دي بعض الحاجات اللي حبيت انوع عنها برضو بمناسبه ان انا في حلقه مفتوحه، ان انا برضو لو حد عايز يسالني في اي حاجه انا معاه مفيش مشكله. وببتدي اختار مواضيع بتقابلني في العياده ومهمه جدا ان الاهل يعرفوا عنها حاجه كتير. يبقى هدفنا التوعيه والنصح. ليه؟ ان احيانا قد يكون العلاج نصيحه، قد يكون العلاج توجيه. الولاد في السن ده ان ما شدتوش لك كولد بالغ ممكن يطلع يقعد مع اصحابه، لان رافض يقعد معاك. ان كلمته بطريقه هو معترض عليها مش هيكلمك في حاجه. البنت نفس الكلام، لو كلمتها في طريقه مش معترض عليها وما خدتهاش في حضنك هتبتدي تعرف حد بره. الولد هيعرف حد بره، يلجا لاصدقاء السوء او تلجا لاصدقاء السوء هي اخرى. فلازم احتوي ولادي، والتربيه صعبه صعبه، فلازم انا احتوي الولاد دول لما ابتدي اخدهم بالراحه كده. في اي حاجه معترض ابتدي اناقشه مره واثنين وثلاثه، واحببه فيا وخليه يحبني مش يكرهني، فبالتالي يكره اسلوبي. ما عنفوش كتير، اعنفه اذا لازم الامر للتعنيف، وبالراحه وبادب وبالراحه عشان يبتدي برضه يقبل كلامي ويبتدي يتقبلني. دي حته برضه احب اتك عليها شويه للابهات والامهات، معلش بيبقى سن صعب محتاج توجيه اكتر، محتاج صبر من الاب والام، عشان كده التربيه صعب، وعشان كده مش اي حد بيربي. شفنا احنا مشاكل المجتمع كله اللي احنا فيه دلوقتي. طيب اشكرك حاضر. فبالتالي مشاكل المجتمع ان للاسف التربيه مش على قواعد سليمه، لا دين ولا ادب ولا 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 نصايح. فاحنا بوهيب بالساده الاباء والامهات، معلش صبرا على الولاد اللي في مرحله البلوغ، وعشان بس الامور تبقى طالعه، ولادنا امانه في ايدينا، لازم نطلعهم كما على قد ما نقدر كويسين. وفي الاخر طبعا انا بشكر فريق البرنامج والساده العاملين على البرنامج الجميل دوت، ان هو بيتيح لنا الفرصه دي ان احنا نلتقي بحضراتكم ونحاول ان نؤدي ولو معلومه تفيد الساده المشاهدين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. التواصل مع قناه الصحه والجمال، الموقع الرسمي للقناه www.saha.tv، ويمكنكم مشاهده برامج القناه على صفحه القناه على اليوتيوب www.youtube.com/elsahachannel، وتابعوا صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com/elsahatv، وعلى تويتر www.twitter.com/elsahatv.